اهلا بيكم وصالون نيرفانا وحلقه جديده من برنامجنا. والنهارده هنتكلم عن البشره الدهنيه، ترطيب وتفتيح البشره والبشره الدهنيه. بس قبل ما نتكلم في علاج البشره الدهنيه، احب افتكر صديقي الغالي وصديقي على قلبي وعلى قلبك كفر صقري كلها، مصطفى. مصطفى كان طبعا عزيز علينا وغالي علينا جدا جدا جدا، ما نقدرش في رمضان ما نفتكرهوش. في الجنه ان شاء الله، في الجنه يا صاحبي. هنبتدي معاكم البشرة الدهنية، هناخد اتصالات، هنفتح اتصالات هوا، تكلمونا. وهنبتدي بأول حاجة روتين للبشرة، تفتيح وترطيب البشرة. أول حاجة البشرة لازم في الجو اللي احنا فيه ده لازم صن بلوك كويس، ولازم ترطيب كويس. واحنا هنعمل كل حاجة من البيت، كل حاجة، مش هنشتري حاجة من بره. وصفاتنا صن بلوك بتاعنا من البيت، التفتيح بتاعنا من البيت، كل حاجة من البيت معانا من الطبيعة. اول حاجه الروتين بسيط جدا، اول ما نصحى نغسل بشرتنا، هنقفل مسامنا. انا عملت لكم غسول الرز اللي احنا دايما بنتكلم فيه في حكاوي بنات، عملت لكم، جبت لكم كل الخلطات معايا. اول حاجه هنغسل بشرتنا الصبح بميه دافيه بسيطه فتره كده، وبعدين نقفلها لمكعب تلج، وبعد كده نحط جل صبار. تمام، عملت لكم منقوع الرز اهو. منقوع الرز ده سهل جدا، وبتستفادي من الرز اللي انت عملتيه كمان. ده منقوع الرز ده قابض للمسام، بيقفل المسام بتاعتك، بيفتح بشرتك، ما بيخليش فيه شوائب. بتجيبي ازازه عادي قديمه عندك، او بتشتري اي ازازه فاضيه عادي جدا، بتقفلي بيها مسامك كل يوم، بتستخدميه قابض للمسام وبيفتح للبشره. حلو قوي معانا منقوع الرز. طبعا جل الصبار ده موسوعه، جل الصبار ده حاجه لازم تكون موجوده في كل بيت. لو انت مش هتجيبيه جل الصبار من المشتى، لازم تجيبيه من مكان انت واثقه فيه. مش هنجيبه طبعا، مش هقول اسماء عشان ما نكونش احنا بنعمل دعايه واعلان لمكان، بس انتوا طبعا عارفين الاماكن اللي احنا واثقين فيها واللي نقدر نجيبها منها. ما قدرناش بنجيبها من اي مشتى العادي، بنفضي جل الصبار ده لو كان من الطبيعه الصبح. لو هنستخدمه كمرطب ويعالج البشره الجافه، بنحط عليها 2 كبسوله فيتامين اي اللي هي دي. تمام، كبسولات سهلة جدا. بناخد 2 كبسولة على جل صبار ده لو هنستخدمه مرطب ويعالج التشقق ويعالج التصبغات وكده. لو هنستخدمه كصن بلوك واقي للشمس، ما بنحطش عليه فيتامين ايه، بنخرج بيه بس قبل الميك اب، او بنحطه هو طبعا برايمر قوي جدا قبل الميك اب. بعد كده معانا بنسلون، ده حلو قوي، كريم مرطب ومش غالي وفي كل صيدلية. ده ممكن تستخدمه في نص اليوم. خلاص، هنسيب خلطة التفتيح طبعا اللي انا وعدتكم بيها، اللي احنا نعملها على الهواء مباشر، بتنفع جميع اي بشرة خلطة التفتيح بتاعها بتنفع. فاصل ونرجع سوي. ورجعنا تاني، ونرجع نكمل عن البشرة. الناس الكتيرة اللي بتشتكي من المسام بتاعتها مفتوحة، وقلنا كل مسقطنا من الحلقة دي او كل حلقات عن البشرة والشعر هتكون من المطبخ، مش هنجيب حاجة من بره، حتى هنعمل ميك اب من المطبخ وهنعالج بشرتنا وشعرنا من المطبخ. هنرجع تاني لمنقوع الرز. منقوع الرز ده سحر في كل بيت، وحاجة سهلة جدا. حتى قلت لكم انتوا بتغسلوا الرز ما نرميش مية الرز، لان احنا بنستفاد منها، او معلقتين بالليل بنحطهم في طبق او في بولة ونحط الرز. نصحى الصبح نقلب الرز، هيطلعنا منقوع الرز ده، نحطه في اي حاجة نظيفة ونستخدمه. نغسل بشرتنا الصبح ونقفل بشرتها بمية مكعب تلج، وبعد كده نحط جل صبار في نص اليوم او بعد الظهر تقريبا. منقوع الرز، منقوع الرز سحر جدا للبشرة، بيفتحها، بيقفل المسام، قابض للمسام وحلو قوي. لازم يكون معانا في كل بيت، يعني انت ما ترميش مية الرز بعد كده. وحتى الرز اللي هيفضل معاكي ممكن تضربيهم في الكبة وتضيفي عليهم معلقتين زبادي ومعلقة عسل، حلوة قوي للتفتيح. بعد كده هنرجع للغسول، ده سحر في كل بيت. الغسول ده ما يسيبش الحوض عندك، لازم في كل بيت. الغسول ده سحر للبشرة، سحر للشعر، سحر للتهابات، ده معاكي في كل بيت. اللي دايما في حكاوي بنات وفي كل لايف انا بعمله بنتكلم عن غسول ستايل، عن تجربة بقالنا 6 سنين جميع البشرات بتستخدمه هو، بس ممكن يعمل بعض البشرات بينشفها. معانا الحل ايه؟ بنسولين او جل صبار.
طبيعي انه ممكن ينشف، لان هو بينشف الحبوب، بيقضي على الحبوب، كمان بيشيل اثار الحبوب. هيبقى معانا جل صبار بعديه او بنسولون. تمام، هستنى اتصالاتكم ونجاوب على البشرة الدهنية. هنتكلم عن البشرة الدهنية وتفتيح البشرة. احنا اتكلمنا دلوقتي عن ترطيب في اول الحلقة، اتكلمنا عن ترطيب البشرة ازاي. خلاص هنرجع تاني للناس اللي هي ما حضرتش الحلقة من الاول. ترطيب البشرة جل صبار سهل جدا، وتضيفي عليه 2 كبسولة من فيتامين ايه، 2 كبسولة معاكي من فيتامين ايه اللي هو ترطيب. لكن انت عايزة تخرجي للشمس او صن بلوك او برايمر، ما ينفعش تحطي فيتامين ايه وتخرجي بيه بره خالص. بعد كده ندخل على علاج البشره الدهنيه. البشره الدهنيه لازم، احنا قلنا كل ما انت كويسه من جوه لازم مظهرك الخارجي هيكون كويس. البشره الدهنيه الحبوب لها عوامل كتير، ومش شرط ان انت عندك حبوب يبقى انت كده بشره دهنيه. البشره الدهنيه بيبقى فيه افرازات بتخرج، مش شرط ان انت بشره مزيته يدي بشره دهنيه ابدا. وانت سوء استخدام البشره الجافه ممكن تقلبها بشره دهنيه برضو. البشره الدهنيه في حبوب في الخد، في حبوب في القوره، في حبوب في الظهر، حبوب في الصدر كده بشره دهنيه. معانا ام عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام. ازي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ منوره الدنيا. بنورك. طيب. وانت طيبه يا قلبي، اتفضلي سؤالك. بعد اذن حضرتك، انا عندي تمام حاجات سودة تحت عينيا، الهالات السمراء، وحوالين بقي كده في دايما يعني سمار. كل اللي قدامي بيقولوا لي ان حوالين دقني كده بسم اللجان. تمام. طب انت عندك مشكله في عسر الهضم؟ لا. طب عندك تعب في المعده؟ القولون. تمام، ده اول سبب من اسباب الاسمرار التعب ده، لازم تعالجيه الاول. وهقول لك على المسكات اللي بعد ما انت تكشفي بطنه وتعالجي التعب ده، هقول لك على الوصفات معاكي حالا. سؤال تاني يا ام عبد الله ولا خلاص؟ ايه حضرتك في سؤال تاني؟ شعر بنتي. لا ماشي، هاخد السؤال بس ان شاء الله هجاوبك عليها في حلقه الشعر النهارده عن تفتيح وترطيب البشره والبشره الدهنيه، بس عادي. شكرا يا ام عبد الله. هجاوب اول حاجه الهالات السمراء. هنجاوب مما احنا في رمضان، نخلي المفروض احنا الايام العاديه اللي احنا بنشرب ميه كتير، بناكل خضروات كتير، بنصحى بدري، بننام بدري، بس احنا دلوقتي النظام مختلف تماما. هنعمل ايه الهالات السمراء؟ اول حاجه هنحلل انيميا، تمام، ولازم الكالسيوم بتاعنا يكون كويس. بعد كده هنجيب معانا زيت لوز حل على فيتامين ايه اللي هو الفيتامين ده. الفيتامين ده ما يسيبش بيتك اصلا، لازم يكون معاكي. هنحط زيت لوز الحلو على فيتامين ايه. تمام، معانا كمادات بطاطس ساقعه، معانا كمادات خيار ساقعه، معانا كمادات جزر ساقع، وشاي اخضر ساقع. وبننام بالليل مكان يكون ضلمه، لو احنا طفينا النور ما نبصش في الموبايل، لان ده اقوى اسباب للهالات السمراء. طبعا لازم نحلل انيميا. بعد كده عندها سمار حوالين الفم، ده السبب ان هي عندها القولون او تعب في المعده، تعب في المعده او عسر هضم. ده اسباب كتير، ناس كتيره ما بتعرفش ان ممكن ده يكون السبب اصلا في السمرار اللي حوالين العين، وده فعلا سبب وطلع عندها فعلا التعب ده. هي ما كانتش تعرف ان التعب ده هو سبب السمار ده، بس هو سببه. بعد كده احنا عندنا معجون اسنان مره واحده في الاسبوع، من غير اطعمه، من غير نعناع، من غير اي طعم، معجون اسنان عادي جدا، فرشه نظيفه، وهنعمل حوالين الفم. عندنا ماسك النشا والليمون، ده ماسك اساسي موجود. معانا احمد، اتفضل يا استاذ احمد. السلام عليكم. اهلا وسهلا. لو سمحتي، ازاي اشيل اثار الاجهاد، ازاي اشيل اثار الاجهاد اللي تحت العين؟ تمام، هي الاجهاد والهالات السمراء احنا لسه متكلمين عليها حالا. شكرا. نكمل حوالين الفم ونرجع للهالات السمراء تاني. ماسك الليمون والنشا ده موجود معانا في كل اي حاجه غامقه عندك، سواء ركب، سواء ابط، سواء اي مكان غامق عندك، رقبه، الليمون والنشا. بنجيب الليمونه بنكسرها، بندعكها كويس قوي، وبعد كده نطبطب بالنشا 10 دقائق وبنغسل. تمام. زيت الورد، زيت الورد من اهم الزيوت للتفتيح. بس لازم يا جماعه، انا مش هقول اسامي اماكن عشان ما يكونش اعلان، كلكم وكل واحد في منطقته معروف مين العطار الكويس من العطار اللي مش فاهم حاجه. هنجيب زيت الورد الاصلي ونمسح بيه،
اسبوع في اسبوع في اسبوع ان شاء الله بيحصل تفتيح. نرجع للانتفاخات اللي عند المتصل اللي فات. انتفاخات بطاطس ساقعه، خيار ساقع، شاي اخضر ساقع، منهم بيشيلوا الهالات السمراء وبنشيل الانتفاخات. نكمل البشره الدهنيه. معانا مي من اسيوط، اتفضلي يا مي. الو، السلام عليكم. عليكم السلام. عايزه وصفه لعلاج الهالات السوداء. تمام. وصفه للتجاعيد. السؤال الثاني يا فندم. وصفه للتجاعيد. تمام. الهالات السمراء احنا لسه متكلمين فيها بسيط كده، شكرا لحضرتك. الهالات السمراء لتالت مره، لوز حلو على فيتامين اي، كمادات شاي اخضر ساقع، كمادات بطاطس ساقعه، جزر ساقع، خيار ساقع، وما تبصش في الموبايل والدنيا ضلمه، ولازم نشرب ميه كتير. يعني احنا فطرنا الميه بتخسس وبتتخن، الميه بتعمل نضاره للبشره، الميه بتغذي الشعر، لازم ميه طول اليوم. وانت كمان لازم يكون معانا خضروات بعد الفطار، يعني لو طبق سلطه محترم بيغذي بشرتك وبيغذي شعرك. السؤال الثاني، التجاعيد. التجاعيد بيحصل نتيجه اللي احنا عندنا نقص كولاجين في جسمنا، فبيحصل نتيجه الحاجات التعبيريه، بنضحك، بنكشر، بنعيط، التعبيرات، فبيحصل نقص كولاجين فبيحصل تجاعيد. ايه هو التجاعيد اللي عندنا في المطبخ وفي كل بيت؟ وسهل جدا، في حاجتين، في الثوم وفي لبان الذكر. لبان الذكر ده بنجيبه من عند العطار، بنحطه في منقوع ميه من بالليل، وبناخد منقوع لبان الذكر، وفي بودر برضو لبان الذكر، ده ماسك، بس الافضل المنقوع. بناخد المنقوع بنحطه على بشرتنا. اي نعم بيشد بشرتك، انت بتتخضي من شددان بشرتك، بس عادي، ده طبيعي، لان انت بتشدي التجاعيد. شهر اتنين تلاتة باذن الله مش هنلاقي تجاعيد خالص. بعد ما بتعملي الماسك بيحصل شددان في البشره. انت غسلتي بشرتك بعد 10 دقائق ربع ساعه، بنعمل لها ترطيب، لا بماسك الشوفان حلو قوي، لا بزبادي، لا بنحط دوف، لا بنحط بنسولين، لا بنحط جل صبار، المهم بنرطب البشره بعد الشددين. نكمل بقى عن البشره الدهنيه. البشره الدهنيه هنمتنع عن كذا حاجه، هنمتنع عن الشيبسي، عن البيبسي، عن المكسرات، عن البهارات الاوفر، يعني احنا لازم بهارات في الاكل لانها مفيده برضو، بس الاوفر، عن الحراق، عن الدهون، لازم نمتنع. ما يكونش في شباب عايز في بشرته دهون وبشرته دهنيه ويروح يشرب بيبسي كتير او ياكل شوكولاته كتير. بعد كده بعد بعد الحاجات اللي هنمتنع عنها دي، في تحاليل البنات لو في عندك تكيسات على المبيض، ودي في ناس كتيره جدا ما تعرفش الموضوع ده، هيطلع لك حبوب في بشرتك. لو امساك مزمن هيطلع لك حبوب في بشرتك. لو عندك عسر هضم هيطلع لك حبوب في بشرتك. لو عندك هرمون الذكوره عالي هيطلع لك حبوب في بشرتك كنت ما تعرفيش، بالذات المنطقه دي، منطقه الدقن دي لاي بنت، يعني انت كده عندك خلل او انت تعبانه وانت ما تعرفيش اصلا انت تعبانه، فيها نقطه من كل اللي انا قلته ده. طبعا الهرمونات سن المراهقه عند البنت وعند الشاب، بنبدا الهرمونات بتتلخبط، بنبدا تطلع حبوب في البشره دي. لو حد قال لك تاخدي واحد اتنين تلاته، ده غلط جدا، لان انت اصلا مهما تاخدي ادويه مش هيحصل علاج لبشرتك، هيبقى بيكذب عليكي. فيبقى حلها الماسكات اللي احنا هنبدا نتكلم عليها، والحل التاني سن المراهقه، يعني في شوكولاته وفي بيبسي وفي شيبسي وفي كل الحاجات دي نمتنع عنها. ندخل بقى في الماسكات اللي هي بتعالج البشره. لو سمحتوا معايا ارفع العسل، هتشوفوا صورتها دلوقتي عشان نعرف الماسك. هنجيب القرفة على العسل وهنطحنهم، تمام، و هنبدأ نعمل الماسك ده. القرفة مفيدة جدا للبشرة، مفيدة جدا في التخسيس، مفيدة جدا لكل حاجة. والعسل طبعا انتوا عارفين العسل فوائد. هنعمل قرفة على العسل وهنحطها على بشرتنا 10 دقايق او ربع ساعة وهنغسلها. ماسك تاني معانا، خميرة على مية ورد. خميرة حلوة جدا، بتفتح البشرة، بتشدها، بتنعم البشرة، بتشيل الشوائب، وطبعا احنا كلنا عارفين فوائد مية الورد. الماسك التالت، عسل على فحم. اقراص فحم من الصيدلية بنجيبها بنهرسها وبنحط عليها عسل. طبعا الماسكات دي ما بنعملهاش مرة واحدة، لا في حد بنوتة تاخد الماسكات نيرفانا قالت واحد اتنين تلاتة، لا، ده احنا ممكن ماسكات من الطبيعة مش
مفيد جدا جدا للبشره الدهنيه والبشره المختلطه، مفيد جدا جدا جدا، بيشيل الشوائب، بينشف الحبوب، ما بيخليش حبوب تطلع. كده احنا يعتبر اتكلمنا عن جزء بسيط من البشره الدهنيه. انا اتكلمت عن وصفه التفتيح وكتير سألنا عليها، احنا جبنا وصفه التفتيح وهبدأ اعملها هوا معاكم. الوصفه المكونات معانا وصفه التفتيح نجيبها بس معلش. كريم نيفا الازرق، تمام. لبن نيدو، تمام. لبن نيدو خلاص، بس انا ضايفه حاجه بسيطه المره دي على وصفه التفتيح، تمام. الليمون. هنبدا نعمل الوصفه. هنجيب بوله فاضيه، علبه من الصيدليه فاضيه جدا ونظيفه، لازم تغسليها كويس وتقلبيها. هنجيب معلقه خشب اللي هي بتاعت الدكتور من الصيدليه، تمام. هنبدا نعمل الوصفه مع بعض. هنفضي، طبعا ممنوع تستخدمي معلقه، ممنوع، معلقه خشب، وهتحطيها في الثلاجه وهتحطيها قبل ما تنامي، دي هتفتح بشرتك، هتبقى بديل للفونديشن، مش هتستخدمي فونديشن بعد كده، وهترطب بشرتك، هتبقي حلوه قوي، تمام. هنفضي الكريم زي كده بالظبط، صغيره جدا اهي. انا ضايفه لكم حاجه النهارده بسيطه، وهي طحين الارز، لان طحين الارز حلو جدا في التفتيح وبيرطب وبيفتح، بيخليكي بشرتك صافيه وجميله. هناخد معلقه واحده من طحين الارز، تمام. وهناخد لبن نيدو، اي لبن بودر عندك، معلقه برضو خلاص. وهناخد ليمون، عصرين ليمونه بس ما يقع. هناخد ليمونه معانا وهنفضيها، تمام، هنصفيها كده، وهنقلب الخلطه دي. واتنين كبسوله، معلش، اتنين كبسوله فيتامين اي، او نص شريط، حلو قوي لانه مفيد جدا فيتامين اي. هنقص الكبسوله، هنقصها كده، هنفضيها، ادي واحد. انتي بقى حطي نص شريط لانه مفيد جدا في فيتامين اي. اتنين، تلاتة. هنقلبهم كويس. طبعا لازم تكون الوصفة دي متجانسة معاكي. تمام، هنقلبها بقى كويس كويس قوي. لو هي متجانسه معاكي ممكن تضيفي وتضيفي فيتامين اي. خلاص، هي دي الوصفه. خلاص، هتحطيها قبل ما تنامي. هي جيبي لنا صورتها بس على الهواء، جيبلي صوره الوصفه. الوصفة دي هتحطيها، تغسلي بشرتك، هي الوصفة دي بالظبط، سهلة جدا. بصي، هتضيفي معاها طحين الأرز بس. قبل ما تنامي هتغسلي بشرتك وهتسيبيه بمية دافية وتسيبي مسامك مفتوحة، وبعدين تحطيها في مكان ضلمة، ما تقيديش النور، يعني انت هتنامي خلاص، متأكدة ان انت هتنامي، هتحطي الوصفة دي معانا. خلاص، ان شاء الله هنكمل وصفاتنا مع صالون نيرفانا. تابعونا على جروب حكاوي على الفيسبوك نيرفانا كاستر، وتابعونا على بيوتي سنتر نيرفانا في الشرقيه، معانا عروض حلوه قوي. واستنوني الحلقه الجايه في علاج الشعر والبشره وجميع وصفاتنا من المطبخ. هنعمل لكم تنت من المطبخ، هنعمل لكم علاج الحواجب، ما تقلقوش، كل اللي ما عندهمش حواجب حاجه سهله جدا. هتكون معانا الحلقه الجايه وهجيب لكم الوصفه معانا. هنتابع علاج الشعر، مفيش حاجة اسمها شعرك ما بيطولش ولا شعرك ما بيتقلش ولا الكلام ده خالص. هنبدأ معاكم اول حاجة نتكلم في تحليل البشرة والشعر، واستنونا صالون نيرفانا كل حد الساعة 3:30. شكرا.